ما شاء الله هذا مكان التتعيس لشباب بريدة. شباب هنا يجتمعون في سيلان في هذا المكان اللي هو سووا لهم مكان للتتعيس، يقضون هواياتهم فيه بالتتعيس. ونقول الله يستر عليكم زيادة التتعيس أو اللي هو التمادي بالتتعيس ثم قد يؤدي إلى شيء لا يحمد عقبه. فالركادة زينة والبر الحمد لله واسع، تقدر تقضي هوايتك في أي مكان ما شاء الله. سيارات ضخمة شباب يوم الخميس، مكان التتعيس في بريدة. طاعس يا مطاعس، طاعس يا مطاعس للجماهير، صفي زيارات هنا تبرجون على اللي طاعسون بهالطعوس. ما شاء الله دبابات وسيارات وتطعي سيارات وتطعي دبابات، ما شاء الله عليهم. الله يستر عليكم، والركادة زينة، يعني التمادي بالتطعيس قد يؤدي إلى التهلكة. الواحد ممكن برضو سيارته تخبط ينحرم من سيارته أو تجي عاهة لا سمح الله، لكن الواحد يرقى النفود بركادة بدون أنه يسوي زيادة في تمام. كان الدبابات ما شاء الله جاهزين، دبابات للتطعيس، تطعيس بريدة، تطعيس شباب بريدة، نفود سيلان. اليوم الخميس 24/3/1441. طاعس يا مطاعس، يقضون أوقاتهم في الهواية التي حقيقة قديم أن الشباب يعشقون هذه الهواية، لكن خاف عليهم الله يستر من زيادة في التطعيس. أنواع كثيرة من السيارات بأشكالها وأحجامها وألوانها، كل واحد يختبر سيارته بهالنفود، واللي غرز يقول تعال جرن. هذا الشعار الموجود هنا، غرز تعال جرن، شعار موجود بنفود سيلان، غرز يا مغرز يا جيب تعال جرن. هواية التطعيس في نفود سيلان من شباب بريدة، نقول الله يوفقهم ويهديهم يستر عليهم. سيارات كثيرة حقيقة ممتدة إلى نهاية هالطعس. منتزه سيلان يعتبر مدينة المخيمات، ما شاء الله شو المخيمات مع قرب دخول وقت المغرب تم إنارة المخيمات، فيعتبر زي المدينة الليلية، مدينة المخيمات في منتزع سيلان. طبعا الحين المخيمات لازم تصريح، ما حد يقوم مخيم إلا بتصريح، هذا تحذير من البلدية يمنع إقامة أي مخيم أو نقاط بيع تجارية إلا بعد مراجعة وموافقة وزارة الزراعة والمياه. سيتم إزالة أي مخيم أو نقاط بيع في حالة عدم الامتثال وأخذ التصريح. فالآن صار ما فيه أحد يقيم مخيم إلا أن يراجع وزارة الزراعة والبلدية للموافقة على إقامة مخيم. هذا التنظيم يعني يعتبر بداية من السنة الحالية. ما شاء الله المخيمات مملعة، ما شاء الله ما شاء الله، مخيمات
جميلة بالإنارة الليلية في منتزع سيلان ببريدة، مدينة تعتبر مدينة الخيام أو تعتبر مدينة الطلعات البرية. ما شاء الله المخيمات مولعة كلها. هذه مخيمات تعتبر زي المنتزهات، يعني مخيمات مكتملة بالملاهي والألعاب، ويكون فيها مجموعة من الخيام عملوها أصحابها زي المنتزه، يعني منتزه يعتبر منتزه بري مكون من عدة خيام، وفيها حقيقة ألعاب أطفال أم ألعاب أطفال، مجهز بالخدمات العامة. يعني الدخول أعتقد أنه بمبلغ مالي، وحجزك لحد الخيام بمبلغ مالي. منتزهات هذه تعتبر مجمع. صراحة سواقة بعسلان جنن، سواقة غريبة، سواقة الحقيقة هنا توحش. أنا أشير اللي عند مع عوائل مع عوائل لا تطب هالمنطقة، والله إنك يا واحد ما يصدق الله ينفذ بجلده، من هذا طالع منه وهذا داخل منه، وشباب الله يهديهم، وهذا طاير وهذا منه، ولا يضرب بوري ولا يكبس لك ولا شيء. والأجهزة المرور مرة مفقودة، لا والله إن أسواق بعسيلان خاصة الوقت هذا وقت الخروج والروح الطلع لهم إنها تخوف، ما تدري من تبيده، هذا يجيك منه وهذا يجيك منه، لا بوري ولا يكبس ولا شيء، وطيران طيران صد، والمرور غايب على المنطقة دي. أنا ما أدري وش السالفة، فأنا أشير حقيقة على العوائل لا تقرب المنطقة دي. ما هنا أكثر من النفط ببريدة والأماكن الزينة أحسن من المنطقة. قام شفت السواق أنا هنا صراحة أقول الله يستر بس يوصلنا أهلنا. تخوف، سيارات مليان، شباب الله يهديهم ما يراعون الأنظمة، هذا يطلع مني يسقط من يمينك وهذا يسقط من يسارك، وهذا حط الرجل وهذا يزرق منه. والله إنك يا شيخ تقل مهرجان، ما يحتاج مهرجان سباق بهالمنطقة. الله يستر على المسلمين أجمعين.